في لوطوروت وضربتي شي كلب لوطوروت كيتكلفوا لك بكل شيء كيصاوبوا لك الطوموبيله من الاول حتى الاخر تقدر تدخل عليها شي ضربه ما كايناش كاع خوتي هادشي كامل ما كاينش في حاله لا قدر الله وخرجك شي كلب ودرتي واحد الحادثه وتسبب لك في خسائر ماديه اولا بشريه فجميع المسؤوليه كتحملها مول الكلب في حالة هذاك الكلب كمل الطريق ديالو خاصك تبعو وتلتقط ليه صورة لأن الشكل والوصف ديالو خاصك تعقل عليه مزيان باش تقدمو للجندار ملي غيديرو تحقيق وغادي يقلبو على مول هذاك الكلب ولا مول هذاك الحيوان باش يحملوه سائر باش يحملوه سائر الخسائر المادية والبشرية ويمكن القضية طول شوية لكن شي كلب فري عندوش مولاه شي كلب من حركة مالكوم إكس واحد عشيري طاحت بيه الطوموبيلة أون بان قاد لي المازوت جاو دارو لي 20 إطرو ديال المازوت أنا كنعرف واحد صاحبي كعرف واحد صاحبه ما كيديرش المازوت في الستاسيون كيدخل لوطوروت كيخلص 20 درهم كيطيح الطوموبيلة أون بان كيجيك ويديرو لي 20 إطرو ديال المازوت أسيادي هادشي ما كاينش إلا طحتي أون بان في لوطوروت ولا تقاد لك المازوت كتعيط لهذيك النمرة اللي كيكونوا دايرين في لوطوروت 50-50 كيصيفطوا لك الديباناج لوطوروت كيديروا شراكات مع شركات ديال الديباناج كيكون واحد المعايير ديال هذوك السيارات اللي تيخدموا في لوطوروت فانت فاش كتعيط لهذيك 50-50 هما تيتكلفوا لك بالتعياط على الديباناج باش كتجي الديباناج هما تيكونوا دايرين واحد لي بري ديال لوطوروت كتخلصهم انت يمكن لكم تمشوا للسيت ديال لوطوروت وتقلبوا على هذه المعلومات اللي كنقول لكم انا ما جبتهاش من راسي في لوطوروت عندك حق واحد حق في الكودرون حق في الطريق تكون مقاد انا ما كنضحكوش من غير هذا الشيء راه بحال لوطوروت بحال الطريق العادي